بكل من التحق بنا من جديد، مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم ويكاند الحياه، هذه الرحله اللي تتواصل معكم حتى النص النهار. مازلنا مش نقوموا بجوله في مختلف معتمديات ولايه القيروان لنقل الاجواء الاحتفاليه للعباد اللي نجحوا في مناظره البكالوريا. مره اخرى نقول الف مبروك لكل التلاميذ اللي كانوا نجحوا في الدوره الرئيسيه من مناظره البكالوريا، وبالتوفيق للتلميذات اللي كانوا اتعداوا لدوره التدارك، وهي يعني حاجه بعثها لنا ربي باش نداركوا اخطائنا باش نخلطوا على اصحابنا اللي نجحوا في الدوره الرئيسيه. كما قلنا في البدايه جولتنا باش تكون في مختلف معتمديات ولايه القيروان، هذاك علاش مع بعضنا باش نمشيو لمعتمديه حافوظ باش نحكيو على قصه، هي قصه تحدي قصه نجاح، هي نموذج للمراه التونسيه ونموذج للمراه القيروانيه. اليوم نحكيو على امراه موجوده في معتمديه حافوظ. المراه هذه انقطعت عن الدراسه تقريبا 25 سنه، دونك بعد 25 سنه من انقطاعها عن التعليم السنه اختارت انها تدخل في تحدي وديفي بينها وبين روحها، انها تجتاز مناظره البكالوريا. اجتازت مناظره البكالوريا وبنجاح من الدوره الرئيسيه. تفاصيل السيده سهام جبنوني، يحضر معنا مباشره عبر الهاتف مراسلنا وزميلنا في معتمديه حفوز سي عبد الحميد السلمي. صباح النور ومرحبا. اهلا حسام، تحيه اليك والى كل زملائنا المتالقين الذين شاركوا ابنائنا وبناتنا فرحه النجاح، وتحيه كذلك مع احر التهاني الى كل بيت انطلقت منه زغاريد الباجه ودموع الفرح بعد الإعلان عن نتائج الدورة الأولى والرئيسية للحصول على شهادة البكالوريا. يعني حسام، ما يمكن أن نعطي عنوان لهذه الفقرة الأولى من هذه المراوحة الصباحية معكم هو أن النجاح يمكن أن يتحقق بطريقة أروع من العادة والمألوف، وأن النجاح ليس بمستحيل أمام روح الإرادة والعزيمة والتحدي كما ذكرت. وضيفتنا في هذه اللحظات زميلي حسام تتبعث برسالة رائعة تريد من خلالها أن تهدي شحنة إيجابية تخترق نفوس القادمين على تحقيق أي هدف من الأهداف في هذه الحياة. فتحية إلى هذه السيدة التي تخطت عدد السنوات كما ذكرت التي انقطعت فيها عن التعليم ما يقارب عن 25 سنة بالتمام والكمال لتحقق أخيرا حلما من أحلامها والذي بقي يراودها، وهو حصولها على شهادة البكالوريا. وعشنا من خلالها زميلي حسام لحظات انقلبت فيها طبيعة الفرحة، حيث أن الأبناء هم الذين عبروا عن فرحتهم بنجاح والدتهم، بينما في العادة الأولياء هم الذين يفرحون بنجاح أبنائهم. نحيل إليك الكلمة زميلي حسام لإجراء الحوار الأول مع السيدة سهام الجبنوني قبل أن ننتقل إلى ضيف الثاني وهو الشاب المتألق عمر العثماني صاحب أعلى معدل في معتمدية حفوظ. مدام سهام صباح النور ومرحبا. لل صباح النور. مرحبا يا لالا، الف مبروك نجاحك في مناظره البكالوريا. فرحانين بك برشا يا مدام، فرحانين برشا بك يا مدام سهام، لانه اليوم انت تعتبر نموذج للمراه التونسيه ونموذج للمراه القيروانيه. اليوم يعني بعد 25 عام من الانقطاع عن الدراسه اليوم نلقاوك تجتاز مناظره البكالوريا وبكل نجاح، اليوم النجاح من الدوره الرئيسيه. يا لالا الف مبروك. عايشك ربي يبارك فيك. يعيشك. قال اعطيني فكره كيفاش جاتك بعد 25 سنه، كيفاش خذيت القرار باش اي خل. نعم انا والله حلم البكالوريا الحقيقه ديما يراودني، يعني ملي انقطعت عليه عام 97 دائما يراودني، لكن بحكم معنا سفري وعيشتي لبرا في الخارج وكل مده 16 سنه هكاك والبنات الحمد لله يا ربي معناها يقروا الكل، يعني ما تمكنتش كل عام نقول لكم باش نرجع سنه، كل عام باش نرجع سنه، والحمد لله عمنا والبنتي العام اللي فات بنتي اجتازت البكالوريا، والعام وقبل معناها بعامين بنتي زادت حصلت على شهاده البكالوريا. ايوه سنة قلت انا لقيت الفرصه بحول الله يلزمني نتحدى ويلزمني ناخذ البكالوريا بحول الله، ونتحدى يعني نتحدى سنين اللي انقطعت فيهم على الدراسه. ايوه ونتحدى في حد ذاتها معناها مش صعوبات، الحمد لله رب لك الحمد شكرا انا ما عنديش صعوبات وكل، اما نتحدى الحقيقه خاطر مسؤوليه صغار ومسؤوليه صغار، والحمد لله يا ربي واجتزت البكالوريا بحول الله. كيفاش كان لك عام سنه، كيفاش كان لك بين القرايه بين الشؤون المنزليه بين صغيراتك؟ صحيح والله حاولت يعني الماكسيموم اني لازم نوفق بطبيعه الحال، خاطر عندي زوج بنات يقروا واحده في الثانيه ثانوي والاخرى تقرا في ثاني ابتدائي. ربي فضلهم. حاولت اني نوفق بيناتهم يعني بخلاف يعني البنات اللي تقرا في ايطاليا وبخلاف بنتي اللي تقرا في تونس في الجامعه، لكني حاولت نوفق بحول الله الحمد لله رب لك الحمد الشكر، ووفقت ونجحت والحمد لله مش حاجه مش صعيبه يعني، والحمد لله ربي يحب البلغ اساسي لاي يعني
مرأة يعني خاصة النساء، نحن فهمت اللي في تونس ولا في العالم العربي كل، أي إنسانة معنا مقاطعة على العمل عندها سنين راهي ما تعجزش، خاطر مش حاجة صعيبة تنجم تحقق معنا أمنيتها في أي وقت. شوية عزيمة بركة وشوية متابعة أملاك بحولك، ونحب نبين أنها المرأة بحولها قادرة إن شاء الله. طبعًا. المرأة يعني قادرة طبعًا. يعني قادرة طبعًا. مدام أنت بالحق لك اليوم فرحتنا القراء والكل، اليوم أنت نموذج للمرأة التونسية ونموذج للمرأة القيروانية بامتياز. اليوم بعد انقطاع 25 سنة تقريبا عن الدراسة اختارت أنك ترجع وتعدي البكالوريا، ونجحت في مناظرة البكالوريا، ونجمت توفق بين الدار والعائلة والشؤون المنزلية بصفة عامة وبين الدراسة متاعك، واليوم المجهودات هذه كل لات يعني بالنجاح. فمبروك مرة أخرى مدام حياة، لكن مدام سهام سمحني، لكن حبيت في نفس الإطار ناخذ فكرة، اليوم بعد مناظرة البكالوريا باش تكمل الدراسة ولا باش تقتصر فقط على شهادة البكالوريا؟ لأنه مهم جدا المعطي هذه، هو تحدي خلينا نكمل التحدي للآخر. لا الحقيقة أنا باش نكمل بحوله، لا أنا باش نكمل بحوله، لأن الدراسة ما فيهاش عمر وما فيهاش طبعا خدود. طبعا طبعا يعني طبعاً. إنسان باش نكمل، أنا باش نكمل يعني ماش صحيح باش نعمل بها خدمة مش كذا، لكني باش نكمل. أنا طبيعتي نحب القراية الحقيقة، وباش نكمل، ومنها حافز لصغاري، حافز للبنات انه ما يعني ما انقطعتش، ما جيكمش حتى نهار باش نقطعوا، صحيح نجموا ترتاحوا، صحيح نجموا ترتاحوا في يوم من الايام ولا في سنه من السنوات، لكن القرايه ما عندهاش حدود. بالنسبه لي انا شخصيا القرايه ما عندهاش حدود. تعلموا على في حضره الاسلام، تعلموا العلم من اللي كنت اقول لك انا العلمية من المهدي الى اللحد، يعني ما عندهاش حدود. انا مش بلحظه دور العائله معاك سنة في هذا التحدي كيفاش كان؟ والله الحمد لله. بالنسبه للبنات ماما يقول لي ماما نعرفوك قدها، انا قدها عفوك باش تخرج الباك، وانا ما عندناش حتى يقولوا ما عندناش حتى شك، ماما نعرفوك باش تخرج الباك من اول عام. انا صحيح مرات هكا نمر بشويه صعوبات، يعني مرات هكا نقول ممكن شي خاطر انا بدلت في الكونجستيون، بدلت ثلاث مرات نقول زعما ما نكونش يعني ما نفشلش هكا في الامتحان كذا ولا كذا، يقول لي ماما نعرفوك بحول الله، انت فيها ماما نعرفوك راكي باش تجتازي البكالوريا بكل معناها بكل نجاح وبكل سهوله. والحقيقه معناها تم دعم معنوي ما شاء الله الحمد لله. ربي فضلهم لك يا ليلى، وربي ان شاء الله ديما ناجحه وديما متفوقه وديما متالقه. تخممشي فاش تخمم شنو باش تكمل تقرا بعد الباك، شنو هي التوجه نتاعك وين باش يكون؟ والله التوجه الحقيقه عندي برشا حاجات الحقيقه نحب نتوجه، مرات نقول ممكن احتمال حقوق، مرات نقول احتمال تفكير اسلامي، كل مره شنو نقول الحقيقه ما زلت الحقيقه ما حسيتش بالضبط. اما ان شاء الله بحول الله باش نقرا ونفوا باش نتوجه اي توجيه باش نتوجهكم ونعلمكم بحول الله ان شاء الله. احنا كيف باش نكونوا في متابعه لك يا مدام سهام، لانه بالحق راهو كيف تواصلت مع سي عبد الحميد البارح وقال لي مدام سهام بعد 25 سنه تقريبا من الانقطاع عن الدراسة اليوم ترجع وتدخل في تحدي مع روحها وتنجح في مناظرة البكالوريا، في هذه حاجة راهي تفرحنا الناس الكل، وكيف كيف زادة تكون حافز للعباد اللي انقطعوا عن التعليم وكانوا قالوا أنه احنا ما عادش نجموا نرجعوا، وإلا ما عادش نجموا نخلطوا، وإلا ما عادش العمر متاع بكالوريا، وإلا اليوم ما عادش عمري باش نرجع للقسم ونقرأ. اليوم لا، يعني القراية كما قلت أنت ما عندهاش عمر، اليوم في أي وقت نجموا نرجعوا نقرأوا، في أي وقت نجموا ندخلوا في تحدي مع روحنا والنجم ننجحوا في حياتنا يعني في حياتنا، ونجم ننجحوا في دراستنا، ونجم نكونوا من المتفوقين ومن المتألقين. لذلك علاش مدام سهام نحب نخليك في كلمة مباشرة مع العباد اللي يسمعوا فينا توا واللي عندهم هذا التوجه، شنو الرسالة اللي تحب توصل لهم، خاصة العباد المنقطعين عن التعليم وقاعدين حيرين كون نرجعوا نقراوا إلا ما نرجعوش؟ حسام سي عبد الحميد حسام. ايوه بالله قبل ما نتعدى جوست سي عبد الحميد، انا مازلت مع مدام سهام، فقط حبيت تفضل هي حتى هي تحب تقدم ثاني تفضل. حبيت مع مدام سهام، مدام سهام نعم. ما عادش كان نعم. سمعتني ولا حبيت لو كان يعني رساله منك انت اليوم للعباد اللي يسمعوا فينا، للمنقطعين عن التعليم ومازالوا حايرين، يقول لك انا اليوم ما عادش نجم نرجع نقرا، اليوم ما عادش عمري نتاع قرايه. اليوم انت تعتبر يعني نموذج حي امامنا، اليوم باش نخليك انت توجه رساله للعباد هذوما على امل اننا نقوهم العام الجاي، قول العباد المنقطع عن التعليم يرجعوا ويقرأوا ويدخلوا في تحدي مع رواحهم ويكونوا من الناجحين في مناظرة البكالوريا، خاصة الكلمة اللي قلت أنت كلمة مهمة أنه القراية ما فيهاش عمر. لا القراية ما فيهاش عمر، والحمد لله أنا معناها خذت تجربة هائلة برشا، أساتذتي ما شاء الله عليهم يعني فهم تعاونوني محلاهم برشا، أصدقائي وأساتذتي في نفس الوقت. أنا نقول كل يعني المرأة ولا رجل ولا أي شخص كان لور العمر ما هوش عائق، معناها تنجم ترجع وتنجم تقرأ وتنجم تتحدى. شوية عزيمة بركة، رانا ذكيين عندنا نحن الحمد لله رب الحمد الشكر، رانا عندنا ذكاء، ونش معناها ما كل إنسان كل كائن بشري عنده المخ وعنده الذكاء هكا ولا، لكن يعرف كيفاش يتصرف في الذكاء هذاك، يعرف كيفاش
يتحكم معناتها ذكاه وبحول الله راكم ناجحين. اللي يحب يرجع يقرا ارجع واقرا نقول لك وراك تنجح بحول الله تنجح. مستحيل نقول ثم حاجه مش حب مستحيل ثم حاجه راهي صحيحه مستحيل. واضح مستحيل هذه الكلمه الجميله كانه فماش مستحيل خلينا نقولوا في الحياه بصفه عامه. مدام سيام تمنيتنا ليك ان شاء الله بالتوفيق والنجاح والتالق في بقيه مشوارك الدراسي ان شاء الله. اذا كان عندك تهاني تفضل اي تفضل تفضل. شكرا. نحب نهدي تحيتي لاساتذتي حفوظ وخاصة أساتذة العربية سموت القاسمية سموت في البحروني أساتذة فلسفة عادل الحدادي أساتذة الفرنسية مدام سميحة أساتذة التاريخ والجغرافيا سموت صالحي أنا كلهم أساتذة كل سامحوني اللي ما سميتوش سامحوني كلكم كلكم راني نحبكم برشا وفي معايا برشا برشا الأساتذة ونحب زاد نشكر الأساتذة اللي حضرت حتى مع أساتذة قروان سي حبيب البليلي سي سعودي سي محمد حسن سعود في الحبيب جنا ونشكركم برشا 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 الحقيقه اساتذه راهم احلاهم برشا برشا وراهم يعاونوا يعاونوا الانسان اللي عنده طموح ويحب يقرا يعاونوه بالحق 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 اساتذتي واصحابي اكثر ما تتصوروا الحقيقه والحمد لله يا ربي يعطيك الصحه والمديرنا والكل بالله الناس كل وسي منصف الجبنوني سي مدام عيده بالله كل كل الكل 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 سامحوني اللي ما سميتوش سامحني اما كلهم اساتذتي ما شاء الله عليهم. واضح حتى انت تبارك الله عليك مدام اليوم شرفتنا وشرفت ولايه القيروان. يعطيك الصحة مدام سهام مرة أخرى نتمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق في بقية مشوارك الدراسي. سي عبد الحميد. أهلا حسام. أيوة قول يا سيدي. باهي تو مش ننتقل إلى المصافحة الثانية وحين نريد أن نتكلم على الشاب المتألق عمر عثماني فوجدت نفسي أعود الكلمات الرائعة التي دونها أستاذه الفاضل السيد المنصف الصالحي. منصف الصالحي بعد ما نجح التلميذ متاعه وهو من نفس المنطقة بعد نجاح تلميذي عمر وهما من نفس المنطقة الريفية التي تسمى الزرق الكائنة في شمال الشرق من معتز حقوز. أش يقول لدي حسام؟ أيوة. يقول في تدوين أتعاطف مع أبناء الأرياف المنسية أبناء المدارس المنسية بلا أسوار ولا مطاعم ولا مكاتب وأحيانا كثيرة بدون معلمين وبدون ماء في الحنفيات أبناء المسالك الصخرية في حرارة الشمس والملطخة بالأوحال في الشتاء وحافلات معطبة أبناء الكسكروت في الهريسة والقيلولة في مقاهي الكادحين والعاطلين واحد من أبناء فئة من الشعب البسيط الذي لا يقدر على شراء الكتب الموازية أو دفع معلومة دروس الخصوصية هذا واحد من المناطق البائسة والتعيسة والتي سمعت خيرة الرجال والنساء ينفجر بكل عزم ليتحصل على شهادة البكالوريا في أعلى معدل في معتمدين حفوز وهو 17.82. ضيفك معك حسام السيء التلميذ المتميز عمر العثمي. عمر صباح النور. صباح النور إذاعة الحياة. صباح النور للمستمعين. يا سيدي يا سيدي مرحبا بك يا سيدي. لازمنا نهنيوك لازمنا نبركولك لازمنا نقول لك مبروك. انت صاحب افضل معدل في معتمدية حفوز معدل 17.82 علوم تطبيقية عمر العثماني اصيل معتمدية حفوز تحديدا عمادة الزرق تابعة لمعتمدية حفوز. عمر العثماني اليوم نجحت فرحتنا فرحت اهالينا في معتمدية حفوز فرحت العائلة فرحت الاساتذة نتاعك الشيء اللي خليهم انهم حتى ينزلوا تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم عمر العثماني 17 كما قلت معدل 17.82 شعبة علوم تطبيقية. يا سيدي ألف 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 مبروك نجاحك وتفوقك في معتمدية حفوز. يبارك فيك عايشك ونحب نشكر كل الأساتذة والأصدقاء اللي هبطوا تدوينات اللي حبوا يفرحوا بالنجاح هذا وحبوا يشيدوا بالمعدل اللي جبته. الحمد لله بعد عام كامل تعب وخدمة وما كانتش بالسهل الحقيقة لكن ما مش نرجع شوية على اليوم. عمر العثماني أنت أصيل عمادة الزرق تابعة لمعتمدية حفوز فما صعوبات في التنقل فما صعوبات عديدة تواجهك تقريبا يوميا في التنقل من المنطقة للمعهد لكن رغم هذا الكل خلينا نحكيه بلغة الكورة. عمر رحنا شباب ونحكيه شوية بلغة الكورة. يقول لك اللي زوبستاكل موجودين اما بلغة الكورة لازمنا نعرفه كيفاش انفانتيو بلي زوبستاكل هذوكم باش نجمو نوصلوا للوبجكتيف متاعنا. وانت اليوم ديجا الوبجكتيف اتان اليوم الوبجكتيف متاعك كونك نجحت في مناظرة البكالوريا وكنت الاول في معتمدية حفوز بمعدل 17.82 فهذه كان حاجة تفرحنا وانت تعتبر زادة كيف نموذج من الشباب المبدع من الشباب المتميز من الشباب المتفوق اللي موجود في المناطق الريفية متاعنا في ولاية القيروان وهذه هي في النهاية ولاية القيروان الولادة لخيرة الشباب في تونس.
الحمد لله والله الحمد لله. التحقيق الصعوبات اللي تعرضت لها منها لتمثل الصعوبات اللي تعرضوا لوليد الريف بصفة عامة اللي هم أصعب حاجة هي تنقل إنك تفز الصباح وتبدا تقرا 8 تفز من 5 وتفز من 6 باش تغسل الكار وباش تمشي وفي أغلب الأحيان ما تقدرش توفر النقل. الحقيقة هذيك أكبر صعوبة تعرضوا لها وخاصة في عام البكالوريا أني في آخر الشهور قضيت دروس خصوصية كانت صعيب برشا باش تتنقل خاصة خارج أوقات الدراسة اللي متوفرش شركة النقل كيران خارج أوقات الدراسة. هذيك حكاية بحق صعيبة الحمد لله نشكر جوزتها ونجحت وكنت متفوق عمر وهذه الأهم الحمد لله. الحمد لله اللي زاد نحب نقول راه ولاد الريف عندهم عزيمه ونجموا حتى ولاد الريف يجيبوا انجازات ويحققوا حوايج كيما كيفهم كيف بقيت ولاد تونس. اكيد شوف احنا اون فان كونتر انا 24 ولايه لم نضربوا واحد احنا كلنا ننتميوا لضربوا تونس لضربوا العزيز الغالي هذاك نتاعنا. شوف عمر 17-82 معدل انت جيت الاول في معتمديه حفوز شعبه علوم تطبيقيه ما بعد النجاح يعني اليوم اختياراتك توجهاتك وين ماشيه وين مش كمل تقرا شنو باش تكمل تقرا شنو وتحب تقرا زاد كيف كيف. الحقيقة كي معظم الشباب اللي نجحوا دو الرؤية مازال ضبابية بعض الشيء لكن الحمد لله نعرف بعض المعلومات ولو انه مش تفاصيل اما انا مغروم بالهندسة هذيك علاش مشيت شعبة علوم تقنية. الحمد لله تونس صحيح توفر برشا اختصاصات هندسية فما افاق للدراسة في الخارج هاني نحاول ونشوف وان شاء الله ربي سهل ان شاء الله ربي نجحك ان شاء الله ربي يوفقك. احنا نتمنى لك ان شاء الله بقيت في بقيه مشوارك الدراسي كل النجاح والتالق والتفوق. عمر باش نخلي لك المجال والكلمه للشباب اللي موجود في معتمديه حفوظ واللي موجود في بقيه المعتمديات الاخرى اللي هما العام الجاي بكالوريا او زملائك زاد كيف كيف اللي ما سعرفهمش الحظ النجاح في الدوره الرئيسيه وباش يستناو انهم باش يعديو في دوره التدارك. باش نخلي لك الكلمه والمجال مفتوح لك انت في حوار مباشر مع العباد اللي يسمعوا فينا تو. حقيقة نحب أولا نبدأ بالناس المستعدة في العوام القادمة وناس من زلت تقرأ في مراحل قبل الباكرة والباكرة مش حاجة صعبة إنك تبدأ أجور من الأول تقرأ صحيح ماكش مش تنزل على روحك أكثر من لازم لكن إنك تقرأ أجور وإنك تكون منظم هي أحسن من إنك تقرأ برشا. إنك النظام هو خير من عندك النظام والالتزام وشوية اجتهاد ما تحرمش روحك زيادة خاطر بالضغط النفسي تولي تنجم تضيع حاجات. لازم تكون في نفس الوقت تقرا في نفس الوقت ملتزم في نفس الوقت تخرج وتحوس وتمشي مع اصحابك وتكون تعمل جو زي الحقيقه السر نتاع انك تكون مرتاح لاخر العام وتجيب نجاح فيه وتفرح والديك ومعادل بيه. الناس اللي طاحت ومش تعاود دورة مراقبة هذوكم هم بالحق دورة عزيمة هذوكم اللي لازمهم يخدموا دورة خاطر الناس كل قريبة دورة الأبطال يا عمر دورة الأبطال الناس كل تجيب تنجم تنجح وتنجم تفرح والدها هي الناس بأصل الناس كل قريبة مادام هو وصل طاح في دورة مراقبة معناها راهو قريب من الهدف نتاعو ونجح مش صعيب مادام فيهم بعد 25 سنة نلحظ خلي هو بعد 3 أيام يعاود يعدي ومازال كل شيء المكاسب وكل شيء عنده بالطبيعة ماهيش باش تكون صعيبة. بالضبط يعطيك الصحة عمر. شوف عمر إذاعة الحياة فهم باش تقوم بتكريم كل المتفوقين في مناظرة البكالوريا في مختلف معتمديات ولاية القيروان وأكيد أنت نحن ننالوا شرف أن نكرموك عمر لأنك أنت نموذج من الشباب المبدع الشباب اللي موجود داخل المناطق الريفية نتاعنا ورغم كل الصعوبات نلقاوه متفوق في الدراسة نتاعو. فإن شاء الله باش نكونوا على تواصل مع بعضنا أنا في المباشر احنا تو إن شاء الله باش نكونوا على تواصل مع بعضنا باش ننسقوا مع بعضنا طريقة التكريم اللي باش تقوم بها إدارة الحياة فهم. يعطيك الصحة عمر العثماني على كل هذه يعطيك الصحة على الفرحة اللي فرحتنا بها احنا ساعة قبل كل شيء لأنه نرجع نقول اللي أنت راك نموذج من ميناء الشباب الحي اللي موجود في معتمدياتنا واللي موجود في أريفنا. بربي قبل ما نرجع معك سي عبد الحميد فقط نداء إلى الشركة الجهوية للنقل بالقيروان. اليوم عمر العثماني يسكن في منطقة الزرق. عمر العثماني نجح في الباك بمعدل 17.82 وجاء الأول في معتمدية حفوظ رغم الصعوبات خاصة في علاقة بالتنقل من يعني منطقة الزرق إلى
مركز معتمدية حفوز إلا أنه أنجح. فنداء إلى شركة النقل بالقيروان والشركة الجهوية للنقل بالقيروان، راهم الحق في التنقل هو حقيق في الدستور التونسي، وماذا بينا لو كان نحسنوا في الخدمات، خاصة نحكي على النقل المدرسي داخل العمادات متاعنا وداخل المناطق الريفية. راهي العمادات متاعنا تسخر بالطاقات، تسخر بالمواهب، تسخر بالشباب المتفوق والمتألق، فما فيها باس كيف نوفروا لهم حافلات نجموا نهزوهم في الوقت متاعهم الرسمي من المنطقة حتى نجش للمعاهد متاعهم، ونحاولوا أن نوفروا لهم كل الظروف الملائمة والمناسبة، مش نشجعوا صغارنا على أمل أنهم يتفوقوا أنهم ينجحوا. هذا فقط قوس صغير إلى الشركة الجهوية للنقل بالقيروان في علاقة بالنقل المدرسي. نحكيه على النقل المدرسي وتحديدا نحكيه على المناطق الريفية والعمادات متاعنا اللي موجودة في مختلف معتمديات ولاية القيروان. سينو نرجع معك سي عبد الحميد سالمي. شكرا شكرا حسام. بالله بالمناسبة نحب نختم، نحب يا حسام نحيي يعني جميع الأساتذة اللي في المراحل متاع البكالوريا اللي ما تعدوا للسيارات. صدقني يا حسام يعني في العشرين يوم يعني الأخرانين تم أساتذة، أغلب الأساتذة متاع معتمدية حفوز كلهم متطوعوا يمشوا للديار الحق، يقدموا يد المساعدة معنوياً زاد لجميع التلامذة في جميع الشعب وبدون مقابل، يعطيهم الصحة دي كل عام هذه عادة، وهذاك اللي خلى ربما نسبة النجاح حتى على مستوى ولاية القيروان نسبة معناتها مرتفعة. وبالمناسبة دي ختام زاد حسام خويا نشكر أستاذ المديرين ورؤساء المراكز بالمؤسسات التربوية اللي زاد أمنوا الحق الراحة النفسية والمعنوية للتلامذة مع المشتركين. نذكر على سبيل المثال السيد السيد رشاد الضوي مدير المعهد الثانوي بحفوز، السيد نجيب العبداوي مدير المعهد برحات حشاد بحفوز، والسيد الصادق المحمدي زاد مدير إعدادية الزيتين في حفوز، وربي إن شاء الله ينجح بقية أبنائنا وبناتنا في الامتحانات القادمة إن شاء الله. أمين أمين يا رب، يعطيك صحة سي عبد الحميد سلمي على كل هذا المجهود. اليوم أنت يعني شاركتنا فرحة المتفوقين في معتمدية حفوز، تحية ليك سي عبد الحميد سلمي. يعني مرة أخرى نقول مبروك لكل الناجحين في مناظرة البكالوريا، مبروك مدام سهام جبنوني بعد انقطاعها كما قلت عن التعليم لمدة أكثر من 25 عام، إلا أنها اليوم ترجع في تحدي جديد مع روحها وتكون من الناجحين في الدورة الرئيسية. زاد كيف كيف ما ننساوش العثماني اليوم اللي هو عمر العثماني اللي هو من الناجحين والمتفوقين والمتألقين في مناظرة البكالوريا بمعدل يعني 17.82 شعبة علوم تطبيقية. عمر العثماني اللي هو موجود في منطقة ريفية عمادة من عمادات معتمدية حفوز، يعني اليوم إلا أنه نقوم من المتميزين ومن المتألقين. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم ويكاند الحياة حتى نص نهار، مازالت جولتنا متواصلة في مختلف معتمديات ولاية القيروان للاطلاع على أهم النتائج وأفضل النتائج في مناظرة البكالوريا. نذكر إدارة إذاعة الحياة FM باش تقوم بتكريم كل المتفوقين والمتألقين في مناظرة البكالوريا على مستوى مركز مدينة القيروان وفي مختلف المعتمديات. سينا نذكر العباد اللي يسمعوا فينا توا 70-35-120 إذا كنت تحبوا تهنيوا العباد العزيز عليكم بنجاحهم في مناظرة البكالوريا. زين الحداد بروتا ورجعين بعد شوية.